استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سفراء دول كل من فلسطين، السودان، مالي وهولندا الذين سلموا له أوراق اعتمادهم بصفتهم سفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم لدى الجزائر. مراسم تسليم أوراق الاعتماد حضرها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد ويحيى والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل. مريكا صوت. القضية الفلسطينية وهموم الشعب الفلسطيني كان في صميم الاستقبال الذي خص به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سفير دولة فلسطين الجديد في الجزائر الذي قدم له أوراق اعتماده. سعدت وتشرفت بلقاء فخامة الرئيس، كنت أسعد يعني وأنا أتكلم معه وهو يسألني على كل صغيرة وكبيرة في فلسطين، حول غزة، حول القدس، حول الرئيس أبو مازن، حول كثير من المسائل الموجودة. سعدت بما يعني الأسئلة الدقيقة والتفاصيل التي سألني عنها حول ما يجري في فلسطين هذا الأخ والقائد والمجاهد رئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي بالرغم من كل شيء لا يزال يعيش حالة الشعب الفلسطيني، تصوراته وقضاياه. حقيقة يعني أجبت على الكثير، وهو أيضا قد قدم لنا من النصح الكثير في هذا الجانب. لا أدري من أين نبدأ وأين ننتهي، ولكن كانت هناك مسألة شمولية كبيرة جدا شملت كل شيء، وهو يسأل ويتابع وينصح. لكن بالعموم أنا حقيقة سعدت جدا جدا بسيادة الرئيس، بطبيعته، بنقاشه، بوجوده، حتى بحالة النفسية المرحة التي قد استقبلني بها. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة استعرض مع سفير السودان الجديد في الجزائر الذي سلمه أوراق اعتماده إمكانية دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى. تطرقنا في اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكدنا تطابق وجهات النظر في كافة المجالات الدولية والإقليمية. أيضا تحدثنا أن هناك رصيد شعبي قوي جدا من المحبة بين الشعب الجزائري والشعب السوداني. تفرغنا لأنه مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين يحتاج أنه نوليه بعض الاهتمام حتى يصل لمستوى العلاقات المتطورة بين البلدين على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي. قدمنا تنوير لسيد الرئيس حول التطورات الحاصلة في السودان، الانتخابات القادمة التي سيشارك فيها سيد الرئيس، أيضا عن السد الألفية، وأيضا تقدمنا تنوير عن لجنة 7+7 اللي تتم الآن في السودان بغرض احتواء مشاكل داخل السودان عن طريق الحوار. تقررنا أيضا للحوار الجاري الآن في أديس أبابا حول المنطقتين في السودان. طمنا الرئيس على شعب السودان ودعواته الطيبة له بدوام الصحة والعافية، وبلغناه أيضا تحيات السيد الرئيس وأمنياتنا أيضا للشعب الجزائري بدوام التقدم والازدهار. وكانت الجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر للتقريب بين الفرقاء في مالي محل استعراض لدى تسلم رئيس الجمهورية لأوراق اعتماد سفير مالي الجديد في الجزائر. Je suis très content d'être en Algérie, tout simplement parce que vous savez très bien les relations qui existent entre ces deux pays-là. C'est tout nous unit, la géographie, l'histoire et même l'histoire très récente, vous le savez. Aujourd'hui, l'Algérie est le centre de la négociation sur les pourparlers intermaliens, vous le savez très bien et vous savez.